قل يا أوبيان، الزعور ليس للمناورة، وصورة الأخبار تهديد مباشر. هيدا الحديث حكيته بولا بمقابلة مع يزبك وهبي. كنت بحب جيب لكم الفيديو تحضروه، بس ما راح أدفع $5 لبيير الظاهر بالشهر، راح أقري قرية. وقالت: نحن كمجموعة نتشاور فيما بيننا، وقمنا بمبادرة منذ شهر آب لتجنب الفراغ، ومبادرتنا كانت تقوم على التقاطع مع القوى السياسية. صار معروف انه نحن تقاطعنا مع كتل نيابية اخرى والله انت احسن على واحد اسم جهاد ازعور. هيدا التقاطع واذكى واحد. هو تطور ايجابي، فتوصلنا بنتيجة الاتصالات المكثفة الى التقاطع. التقاطع بولا، والتقاطع كمان جبران باسيل اللي طلع احسن منكم واذكى منكم على الاكيد. والتقاطع هيدا القرد، ان شاء الله بتتقطعوا شقف كلكم سوا. شو هيدا التقاطع بولا؟ عم تتقاطع مع جبران باسيل؟ عن جد خيبتي لي املي. من جمعتين طلعت مريم مجدولين عملتك فضيحه، واكيد انا ماني مع اسلوبها ولا بحب هالاسلوب. طلعنا دفعنا عنك وقلنا نحن بنحاسب الناس على ادائها وادائها لبولا يعقوب، يعني انا عجبني. فوتينا بالحيط، ميرسي. رايحه تتفقي مع جبران باسيل ومع سمير جعجع؟ لا تتقاطعي، تعطي لي قلبي صراحه. لا وشو بتكفي كمان انه لازم يفهموا على الذين كانوا في الشارع ان يفهموا، يعني لي انا اني افهم انه نحن بس 10% ما بنقدر نعمل شيء. حبيبتي انتخابات الماضيه اللي قبل هاي يعني طلعتي انت بس نايبه عن التغييريين، وجو ما انا حددت كمان نجحت بس سقطوها مشان يطلعوا بنت زعبر انه هذا المشنوق يلي صار ابنه هلا قائد الثوره على ام تي في. وحدك انت كنت نايبه عن التغييريين. الانتخابات اللي بعدها صرنا 13، اذا 13 بشكله 10% يعني بنستسلم؟ يعني بنروح بنمشي مع جبران باسيل وسمير جعجع بجهاد ازعور؟ لا بولا، ما رح تمرق هيدي. قبل الانتخابات النيابية الأخيرة اللي كنا نتناقش أنا وياك بموضوع تشكيل اللوائح، قلت لك يا بولا ما لازم نتحالف مع الكتائب. قلت لي شو بنتحالف مع المرضى ومع سليمان فرنجي؟ قلت لك أنا لا، خلينا نتحالف مع جبران باسيل فرد مرة. لحق هلا بحضن جبران باسيل، عم تتقاطعوا سوا. ما التقاطع مع الكتائب بوديك على التقاطع مع جبران باسيل، هن قوى سياسية يصطفلوا ينقبروا ببعضهم، بس نحن لا، نحن ضدهم كلهم. ما سمعتيهم يا بولا؟ لا يا بولا لا، مش سليمان فرنجي، بس مش جبران باسيل كمان، مش جهاد ازعور، ومش سمير جعجع، ومش سامي جميل. لا انا كتير خيب املي. بال 2019 بحلقه انت وتوني خليفه قبل الثوره كان عم يسالك عن السياسيين مين فاسد مين مش فاسد، قلت له انه جبران باسيل فاسد وهيدا فاسد. لما وصل على اسم السنيوره تبكت وما عدت تعرف شو بتجاوبي، وصرت تفوتي من الباب وتطلعي من الشباك وتبلكمتي. رئيس السنيوره بتعتبريه فاسد؟ ما جاوبتيني. قلك لك شغله، بده يحارب الفساد يبلش من اليوم، بلقمتك اليوم، بمستقبلك، بهواك اللي عم تتنفسه. انه ما بنرجع لورا؟ لا مش هيك، انا اول شيء بحمل 11 مليار الجايين. واللي راحوا؟ جاي شخص اللي راحوا بولا؟ يا توني شخص متقاعد سياسيا، جاي احصر الفساد بمحل ما. سالتك سؤال، فاسد او مش فاسد؟ طيب اسمعني، انت بتعرف بس جاوبيني، روق لحالك. رئيس سنيورا فاسد او مش فاسد؟ ال 11 مليار تعرف شو هن؟ اسمع بتوني، في شيء، في نقاط مهمة لازم واحد ينتبه لها. شو في بقى براس الناس اليوم؟ انه في 11 مليار بالخزنة، اجا واحد مد ايده شالون حطهم جايبته، هيدا المسار. ما بدي اعطي 70 مليون لدواء الكنسر. بتعتبري رئيس السنيورة فاسد او مش فاسد؟ انا مش قاضي ولا محقق. طب ما عندي شيء. محكمتي على الوزير باسيل؟ ما عم فرجيك. دغري قلتي لي فاسد. هلا وضحت الامور، مع زعور هو تلميذه للسنيورة زلمته. ما هيدا التقاطع هلا هو نفسه التسوية اللي جاب ميشيل عون، بس السنيورة محل الحريري ولحي برعاية القوات موجودين. بس الله كبير، كتر خير الله الثنائي الشيعي مش موافق وما فات بهالتقاطع، ولو ما هيك كانت مرقت التسوية جديدة وفتنا على جهنم 6 سنين تانيين. يا توني عم بعطيك converging evidence من شيء مريب.